أهلا بكم في فقرتنا من مقالات الصحف لهذا اليوم. نبدأ جولتنا من صحيفة لوموند الفرنسية التي قالت في افتتاحيتها إنه بسبب العنصرية أصبح ترامب يواجه الصحوية الأمريكية وتواصل فتقول. سببت الثورة التي أثارها مقتل جورج فلويد إشعال موجة احتجاج من نوع جديد ضد العنصرية وعنف الشرطة، لم يعد الأمر انفجارا لغضب محصور في أحياء السود كما كان في الماضي ولا حشدا لمناضلين، بل أصبح شعورا يوحد فئات عريضة متعددة الأعراق. فبصوت واحد لا يندد الأمريكيون اليوم من جميع الأعراق بالأخطاء العنصرية فحسب، بل يعلنون حقيقة تم تجاهلها لوقت طويل، إن الحياة أو حياة السود مهمة، وإن عفوية حركة الاحتجاج الوطنية هذه تعزز أهميتها السياسية. فهذه الهبة المدنية المبهجة تناقض الصورة المكروهة التي يعطيها ترامب لبلاده. وتواصل لوموند حديثها عن مأزق ترامب فتقول: ترامب الذي يحب كثيرا وضع وتحديد الأهداف أصبح الآن في موقف دفاعي لسببين، الوباء والمسألة العرقية، وهما مسألتان بعيدتان عنه كل البعد بعد أن أثبتت إدارته الكارثية لهما أكثر من 110,000 طبعا وفاة بفيروس كورونا، وعدم قدرته على الاعتراف بواقع العنصرية داخل جهاز الشرطة، ناهيك عن سوء تدبيره لأخطر أزمة اقتصادية تشهدها الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات. وعن البديل السياسي المطروح أمام حركة الاحتجاج المدنية تقول لوموند: من المسلم به أن الشباب السود المحبطين من باراك أوباما سيجدون صعوبة في التعبئة لصالح نائبه السابق جو بايدن الذي فاز للتو بأغلبية المندوبين الضرورية لترشيحه كمنافس لترامب، والمطلوب من بايدن الذي خرج للتو من قبو بيته المحصن حيث يبث خطاباته ويخوض حملته أن يثبت أنه يمثل فعلا بديلا موثوقا لرئيس تبدو كل كلمة يقولها أو فعل يقوم به منذ مقتل جورج فلويد وكأنها دعوات رهيبة للعودة إلى فترة الحرب. في فقرتنا التالية نتحول إلى صحيفة الغارديان البريطانية التي تتناول توترا جديدا شرق آسيا بين كوريا الشمالية والجنوبية فتقول: لعدة أيام دأبت كوريا الشمالية على مهاجمة كوريا الجنوبية مهددة بقطع كافة الاتصالات الثنائية بما فيها مكتب التنسيق بين الكوريتين وغيره من المشاريع، وذلك إن لم تمنع سول الناشطين والمنشقين من إرسال المنشورات وغيرها من المواد المعادية لبيونغ يانغ إلى الشمال. وتضيف الصحيفة بعض التفاصيل بشأن الخطوات التصعيدية التي كشفت عنها بيونغ يانغ فتقول: وصف مسؤولون بارزون في كوريا الشمالية جارتهم الجنوبية بالعدو، وكخطوة أولى وابتداء من ظهر اليوم الثلاثاء سوف توقف كوريا الشمالية تماما عمليات التنسيق بين سلطات البلدين، أي تلك التي تمر عبر مكتب التنسيق المشترك وتشمل الاتصالات بين جيشي البلدين والخط الساخن بين اللجنة المركزية للحزب الحاكم في الشمال ومكتب الرئيس في الجنوب. وعن مغزى وخطورة هذه الخطوة الكورية الشمالية تقول الصحيفة: يعتبر قطع الاتصالات نكسة كبيرة على طريق تخفيف التوترات بين البلدين خلال العامين الماضيين بعد ثلاث قمم عقدها الرئيس الجنوبي مع الزعيم الشمالي، وينظر إلى قطع الاتصالات على أنه ناجم أساساً عن فشل عقد قمة جديدة بين الزعيم الشمالي كيم والرئيس الأمريكي ترامب في هانوي الفيتنامية العام الماضي،
وهو ما ترك المحادثات الرامية لنزع أسلحة بيونغ يانغ النووية في مكانها. نتحول إلى صحيفة التلغراف البريطانية التي تتناول تحذيرا من منظمة الصحة العالمية بأن هناك ازديادا في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على نطاق العالم، فتقول: حثت منظمة الصحة العالمية بلدان العالم على الضغط من أجل احتواء فيروس كورونا، منبهة إلى أن الوباء يسوء على صعيد العالم ولم يصل بعد إلى ذروته في دول أمريكا الوسطى، فقد سجل في أنحاء العالم يوم الأحد الماضي 136 ألف إصابة جديدة، وهو أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد حتى الآن. وقد فصلت منظمة الصحة العالمية بشأن الأماكن حيث أكثر الزيادات في حالات الإصابة الجديدة، فتقول الصحيفة نقلا عنها: نحو 75% من الإصابات التي سجلت في ذلك اليوم كانت في 10 بلدان، أغلبها في القارتين الأمريكيتين وجنوب آسيا. وقد نبهت منظمة الصحة العالمية البرازيل بأنها باتت إحدى أكبر بؤر تفشي الوباء بعدما أصبح ثاني دولة في العالم من حيث أعلى عدد بالمرضى بالفيروس بعد الولايات المتحدة، وبعد أن تجاوز عدد الوفيات فيها ما سجل في إيطاليا. نهاية فقرة صحافة بريس لهذا اليوم، عودة الآن إلى داليا.